يا شباب ركزوا، الاستاذ امين قال اسوي لهم لعبه، بجرب معك هذه اللعبه لاول مره، خذها لطيفه وجميله جدا. عندي هنا قلم وعندي هنا فاين، تمام؟ اشتيك بس تمسك لي الفاين بهذا الشكل. شوف ركز معايا، انا بحط القلم الان وسط الفاين، شوف القلم، يا سلام عليك. حط لي كذا المنديل في يدك، امسكه بهذا الشكل. اوكي، لو سالتك القلم الان فين؟ الفاين. حلو، ما بسوي شيء ولا معي حاجه. طب انا بسوي كذا، ركز معايا، واحد اثنين ابوك يا لي. ايه ما فيش قلم. لو اقول لك فين ما تصدق. التفت شويه بس كذا، بشا الجهه الثانيه. ايوه بس زيد، التفت شويه. عندك ستوب، شوف شوف ايش في هنا، خلي اقلب هنا، شوف ايش في هنا، في جيبه. لا تصدق، كلما تراه عيناك كلها خفة يد. يلا شباب تعالوا نفاجئه. كيفك يا حبوب؟ حبيبي والله انت قلت بتتابعني صح؟ بتشيني اشجعك خدعه. طب تخيل انا جبت لك الان الطنجره حق الاكل، اي اكله تتمناها اخرجها لك منها. ليش ما بطلب الله زي ما هم؟ ها؟ ليش ما بطلب الله؟ يا اخي عماد حبيبي والله، طبعا اليوم انا بشجعك وسوي لك اللي في نفسك. طيب ايش الشيء يخرج لك من داخل التنجره دي؟ قول لي وانا بخرجه لك الان. زلط. زلط؟ جنيش لك خير الزلط. طيب خلاص انا ماشي اخرج لك زلط، بس ركز معي، فاين حلالك من الزلط، تمام؟ طبعا. شوف ها، انا بحط الفاين هنا وش اولع عليك كذا، بس خليك مركز. حلو. وقول لها لا لا، طيب ركز معي بتشوف. اي بس انا بقفل عليها، سوي كذا، واحد اثنين ثلاثة. هذه الفلوس لك، واحد تشتي؟ كثيرة والله؟ لا لا والله مش كثيرة عليك، تستاهل أكثر، أنت طالب يا الله، وبنشجع اللي نفس كذا. خذها خذها كلها، يلا الله يوفقك يا حبيبي. ايش تروح للبيت؟ ايش تروح البيت؟ لا ليش تطلب الله، ليش تروح؟ الولد هنا جالس بيوزن لمن جاء، فانا بسير وافرحك له بخدعه لطيفه جدا. يلا تعالوا معايا. يلا انت قلت بتتابعني صح؟ بتشي مني اسوي لك لعبه. طيب اشتي اسوي لك بس بشيء من عندك انت، لو في معك كذا وانا بشجعك. فاين اي شيء معك؟ معك فاين؟ ها؟ ما شاء الله عليك، حلو جدا. طيب شوف انا قبل ما اسوي اي حاجه باخذ بس قطعه صغيره كذا من الفاين. ايه؟ يعني اخذ بس قطعه بسيطه من الفاين، تمام؟ هذه الولاعه، ولع حالي. يلا ده الفاين تبعك، حرق لك باقي الفاين. لا لا خلاص كفي يا طماع، تشيل الولاعه كمان، ما تقدر تاخذها اصلا لاني بتختفي. يلا يا حبيبي يلا معك. الله اوقاتكم، اهلا وسهلا بكم يا اجمل واروع متابعين. اليوم معنا ضيف مشهور ومميز واول يمني سنابي في اليمن، صح يا ابو ود؟ يعني من اوائل السناب في اليمن. اهلا وسهلا فيك، نورت برنامجنا البسيط والمتواضع. الله يبقيك ويسعدني ويشرفني اكون معك. الله يوفقك. طبعا اليوم بجرب معك بعض الخدع والالعاب البسيطه والجميله. وش تدي رايك وانطباعك على ما راح تشوفها؟
تمام طبيعي. أيوة. بس عادي لو قريت المعوذات. معوذات؟ سبحان الله ما حد داري مشكوك في وضعك. لا لا والله كله العاب اقرا معوذات سوي اللي تبيه. خلاص. اي بالاول والاخر انت بتشوف شيء لطيف وبيمتع يعني مش انه شيء مخوف او مقالب. تم تم منتظرين نشوف. الى التحدي بسيط يا ابو بدر. هذه نبغى. طبعا هذه نبغى قديمه جدا وما فيش فيها اي ترك في الموضوع. تقدر تشوف النبغه فيها شيء؟ يا حاج. ايش رايك لو بالضبط قديمه، ايش رايك لو ورناتها لك بطريقه سحريه او اي شيء؟ بقوتك عندك انت فيك قوه كهربائيه. ما شاء الله قوي يعني. حطها اي في الكيس، الكيس طبعا شفافه عادي. وهنا مشبك، مشبك عادي جدا. انا بثبت اللمبه في المشبك. هذا الشكل. كل اللي اشتهي منك الان تمسك لي الكيس. تمسك الكيس كلها. بثنتين. بيد واحدة. الان بنشيل اللمبة تولع. نشيل اللمبة تولع. شوف تمسح كذا في الثوب وبتولع شحنة كهربائية. انا. بالضبط. يلا واحد اثنين ثلاثة. الان في شحنة. سوي كذا. اول ما مسح لك اللمبة بتولع. ركز وطي يدك شوية. واحد اثنين. لا لا تستعجل. سراني ايش دجل قرحت والحد ابيض المقالب يا اخي والله المقالب حقكم ليه؟ عاد بتولع شوية. طيب يلا حتى بكيت انا. خلاص ما بنولع حالي ابيض ولا اصفر؟ على اي لون تشتي انت؟ انت تشتي من لون؟ هذه اختار اللون اصفر. الاصفر حلو. في لمبه تولع اصفر. ابيض يلا. يلا يلا تمام. اول شيء بس امسح لي كذا واعمل لي شحنات كهرباء. خليك مركز على اللمبه. يا سلام عليك. روح اثنين سوي لك كذا. يا سلام عليك. اقرب شويه. شوف اول ما امسك يدك بتولع. واحد لا 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 لو في ما ولا اي حاجه ما عاد يعني بقدر اقرا طبعا. شايف لك لا هنيه بالعافيه. والله ما يشرب والله. جرب طعمها لذيذ جدا. ممتاز بسم الله. مع سعوك شو مو سعوك والله عندنا اللي زمان هذا او جرب والله ما انا مجرب زجاج اكسر لي بلاج اكسر لي لا تولع في بطنك. لا ما تولع. بجرب جرب بالله داخل زجاج حقيقي والله. جرب داخل والله ما ادري. اخوك كل زجاج. ناخذها بس ما تاكل زجاج بعدها. اوكي وهذا اللي طلبته انت يا ابو بدر. حق خذها ان شاء الله اجمل منها. خذ لي اي كرت من الكروت. اي كرت من اي مكان من غير ما اشوفه انا. وكمان سوي عليه توقيع هذا القلم. انا بلتفت صار الجهه الثانيه. انا بقول لك لا تلتفت. يلا. اشوف لهم هنا. حلو. بس الكلام لما يفتح. اودع اي توقيع. اي توقيع اي تكتب اسمك اي شيء. المهم اني ما اغير الكرت. يقول كرتك مميز. تمام؟ تم. يا سلام. جاهز. حلو حلو جدا. رجع الكرت هنا اول شيء. خليني اروي الكاميرا. خمس روي. غمض غمض قول كذا. خلاص جاهز؟ جاهز جاهز. يا سلام. وكمان لازم تسوي حاجه صعبه كثير. ها رجع الكرت هنا. عشان انا ما اشوفش اي حاجه. هذا كرتك اللي اخترته انت تضيعه في الكروت.
حط حصان. حلو. الموضوع انك لو خبصتها مستحيل البطاريه بتطلع اكثر. فاخذ الكره وخبصتها من ورا بلتفت طبعا ما بشوف شكلها بالمره. كيف خبص بضاعتها؟ شوف الكاميرا طبيعي. خبصت الكره؟ خبصت جاهز. يا رجال ذا هذا ساحر خبصت الكرة ترتاح لك اللي تشتيها ورا الجمال كيف أطبخ أنت أمها لا ما شاء الله طيب أباك تحدي إيش هو التحدي منها نعم ما تحدى معي التحدي تسوي بث مباشر أنت وربع ربعان إعلان ربع ربعان السعودي ذاك اللي يخب في الناس ويقول كذا أوكي نسويها أنا ويا تحدي إذا بيبثوا لها الموقع إذا بيبثوا لها يتحدى ربع ربعان إن شاء الله ولا إحنا نقول من اليمن ونسوي بث مباشر أوكي أستم. إن شاء الله لو اجتمعنا إن شاء الله بنسوي تحدي حتى مع بعض ما شاء الله تبارك الله الله يبارك طبعاً فيه موقع فيه مقاطع منتشرة لك وصلة ملايين تمام وما شاء الله تبارك الله مركبين عليها آيات السحر مقطع جريدة ومقطع الذهب مقطع ذا أنا قاعد أشوفها في الأضواء في السناب مركبين عليها آيات السحر وأنا رديت عليهم قلت هذا لعب خفة يمني مش ساحر يعني لو دخلت يمكن ذا يقولوا هذا ساحر ممنوع هما اللي ما قد شافوا الخداع أو ما يعرفوا عن الفن هذا شيء في مخيلتهم إن هذا سحر فإحنا بنوضح ونكرر دائما إن هذه ألعاب خفة أي شيء يسووه ألعاب خفة سواء أنا أو غيري من لاعبين الخفة أو من العالمين اللي بنسميهم سحر كله ألعاب ويقدر أي شخص يمارس هذه الألعاب يسويها طبعا عندنا متجر يعلم هذه الخدع والألعاب تقدروا تزوروه في أي وقت في مركز مكة مول الله يوفقك أتمنى لك التوفيق إن شاء الله الله يوفقك وشكرا جزيلا لك عقبال ما أكون ساحر زيك لا يعني مبدع يعني لعب خفة ما هو ساحر لعب خفة إن شاء الله بإذن الله مش بعيد الله يوفقك إن شاء الله وصلنا لنهاية هذه الحلقة انتظرونا في حلقة مثيرة ومشوقة أكثر اللي ما قد اشترك في القناة يشترك في القناة ولايك وشاركوا الفيديو لكل أصحابكم وإن شاء الله تكون حلقنا لدى إعجابكم سلام شوف يا أبو بدر هذه الخدعة البسيطة اختر أي كرت هيا من أي مكان وارب وجهك أنا بقرب وجهي هوريك وكمان عادي رجعوا في الكروت وخبصت الكروت خذ القطة أنا بشوف صلاة جهات ثانية تمام عشان المصداق يا بس خلاص انا الان بطلع كرت جيب لي الكرت البطه طلع الكرت اللي اختفى انت انا ما شفته ما بطلع دقيقه بس ما طلع انت اخترت كرت اي اخترت جني حقي اقوم حقك يا جماعة والله ما فيش موجود كرت أنا من أدور أختار كرت أو ماشي ما اخترت شي كرت كم اخترت؟ طيب أنت رجعته في الكروب سوا فيني يا الله جنية قوام جنية أنا قلت لك رجعوه في الكروب ما فيني ما في شيء دد اللعبة خدعة خلاص خدعة واحدة 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 انتظرونا في حلقة قوية وجديدة ولا تنسوا لايك واشتراك في الصفحة وإذا كنت بتتابعني في الفيسبوك سوي متابعة سلام. انت تتكلم قد انت مات اجينا كيف اللي دابت تتابع في السوق في السوق متابعه وفي في اليوتيوب اشتراك لا حول ولا قوه الا بالله والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد